أريد أسأل عن قصة الاتفاق الرباعي العراقي التركي القطري الإماراتي حول مشروع التنمية اللي تفعل خلال زيارة السيد أردوغان. نعم. يعني هذا اقتصاديا ما هي مردوداته؟ العراق يستثمر في طريق التنمية بحدود 17 مليار دولار. إيش قد عائدات السنوية؟ أنا ممنون لأن هذا سؤال رائع حقيقة ومن حق الجمهور كله يعرف. طريق التنمية أستاذنا الفاضل ليس طريق مثل ما يسمى، احنا مختصرا سميناه طريق التنمية، هو بالحقيقة تغيير جغرافي كبير جدا. احنا هذا المشروع رح يدخل البحر إلى داخل العراق من الغرب. تقليديا احنا نسكن في الشرق باتجاه الأنهر، وين ما تمشي الأنهر سكننا. الغرب طول عمره متروك. احنا ايش نقول؟ هذا البحر راح يصير بدال البحر حصير ممر يمضي به الآتي، راح يمشي به الآتي: سكة حديد، طرق هايوي، قنوات للطاقة قنوات للإنترنت، وأكو قناتين أخرى يعلن عنها في حينها. هذا راح يغير الديموغرافيا، حيدخل البحر إلى وسط العراق. بمعنى آخر احنا ليس منظارنا فقط الى الفلوس اللي ترانزيت راح نكسبها. احنا دنباوع من هاي العملية استاذ نجم راح نكسب 24 ألف كيلومتر مربع اللي احنا طول عمرنا مسكننا بها، لانه هاي صحراوية بالغرب. الطريق هذا راح يمشي غربا، راح يمشي باتجاه الصحراء. احنا على ويبتعد عن المدن حوالي بالمعدل 7 كيلومتر. في بعض الاحيان يصير 15، في بعض الاحيان 3، ولكن خلينا نحكينا كمعدل. اذا انا تركت 7 من المدينة و7 من عبر القناة هذه، انا حصلت 14 كيلومتر. هاي ال 14 كيلومتر اذا اضربها 1200 كيلومتر صعودا الى ان نصل من الفاو الى فيش خابور، بدنا نحكي على 1200 كيلومتر. اضربها في 1200 كيلومتر، هذه يصير عندي ارض جديده لم يلمسها انس ولا جان من الله خلق البسيطه الى اليوم، مساحتها 24000 كيلومتر. طيب. يعني مساحه بلجيكا احنا راح نكسبها. اذا نجي ايش راح نحقق بها؟ الاتي: اليوم كان اكو اجتماع يمكن جنابك شفته. نعم. هذا الاجتماع كان من اللجنة العليا لطريق التنمية، انه هذه ممكن يكون بيها في مجملها ممكن يكون فيها مدن اقتصادية متكاملة. اوكي. على اقل تقدير 4 إلى 5 مدن على الطريق. هسه تسألني ليش؟ لانه الحاويات اللي جراجعة من اوروبا باتجاه الصين ترجع فارغة. احنا اذا نقدر نملي هاي الحاويات بمنتجات مصنوعه في العراق يتم تصديرها، النقل طلع علينا بلاش، لانه حاويه فارغه لو تدفع له 50 دولار على الحاويه هو كافي. هذا من الاشياء اللي ما حد يعرف قيمتها. طريق التنميه هو ليس طريق، طريق التنميه راح يزيد الناتج القومي العراقي بما يعادل 22 الى نسبه بالمئة. يعني تعرف معناها شنو؟ معناها احنا اليوم الناتج القومي العراقي يعني 22% ما يعادل 22% من ناتج القومي العراقي. نعم. يزيده زايده عبر فترة التطوير. يعني احنا اي نعم. ليش مو زايده فقط بالنقل؟ بالنقل استاذي راح ناخذ مبلغ اللي هو ودنا نستعمله. يعني هسه احكي لك فت قصه صارت ويانا مؤخرا. اجى البنك الدولي، اوكي، مو قصه، هي حقيقه بالحقيقه. اجى البنك الدولي قال: عمي الى ان تخلصون هذا انا مستعد امول لكم الربط من هسه، لانه بس تشغلون الفاو انا اريد انقل، لانه النقل عبر البحر الاحمر صار في موقف يراد نباوع الى بديل، وانتم افضل بديل. ليش؟ لان احنا اقرب مسافه واقرب بديل.